أعزائي المشاهدين مرحبا بكم، نتنقل مرة أخرى لمدينة القلعة الكبرى تحديدا في المنطقة الصناعية. المنطقة الصناعية هذه اللي منطقة حيوية وطريق حيوي ومدخل رئيسي من مداخل مدينة القلعة الكبرى. الأهالي وأصحاب المصانع طالبوا عديد المرات باستكمال القسط الثاني من تعبيد الطريق، ولكن بعد الاستكمال وتعبيد ارتفعت أصوات محتجة حول كيفية التعبيد والسلامة المرورية وسلامة مستعملي الطريق، اللي حقيقة تو تشوفوا معنا في التقرير هذايا فما أصوات محتجة تحتج على انعدام السلامة، سلامة مستعملي الطريق اللي حقيقة تستحق لفتة كريمة. خليكم معنا في هذا التقرير. الطريق هذا من حتى اني صغير، عمري 10 سنين هنا، فهمت؟ الطريق هذا من 16 مره هذا الطريق هذا، كنا قلب الكهرباء هنا بجهه الطريق، الكياس ماهوش على قاعده، في ترخ من فوق ورخ، فهمت؟ هذايا وخي خطر الشيره من على اليمين وعلى اليسار، كي يهرب الواحد معناها يهرب كرهبته في الليل، وخاصه في الليل كي تبدا المطر تصب، خطر علياني وعلى كرهبتي. ان شاء الله المسؤولين يقوموا بواجبهم ويجيوا يثبتوا في اقرب وقت، حتى تو الكياس كي عملوه فهمت ولا تقعد 10 متر ولا 5 متر فهمت ولا ما يكملوهمش، واللي يخطر زاد يردوا بالهم على المواطنين وعلى كل الناس اللي تو تسوق في الكراهب والكاميونات الكبار، وخاصه الكيران زاد الكبار الكيران فهمت ولا، وقت اللي في الليل الواحد يهرب 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 على يمينه، ديما يهرب على يمينه، واذا كان ثم هاك الحفر هذوك فهمت ولا يولي يخطر على المواطن. فيما يخص طريقة الإنجاز يعني عندي شوية احترازات، مثلا على الكانيفو هذا المفروض راهو مسقر او مسقف راهو عليه كوفرتور، خاطر اختر هذا على المارة ما يتركش مجال معناتها في حالة ما تصير أي حكاية أي حاجة تصير معناتها في وسط الكياس ما يلقاش السائق ما يلقاش مجال فين يهرب، وعملوا هاللي بوتو هذوما هذوما اختروا تشوفهم بعد كيفاش باش يسبوا في برشا اصطدامات، والكانيفو هذا راهو غارق واختر كبير على المارة شفناه على طول قرابة الكيلومتر. الحقيقة الفينيسيون متاعه معناتها منجز كيما جات معناتها ما فماش حتى فورما وما فماش الماتير، كي خسرنا الماتير علاش ما تكونش الفورما صحيحة، علاش ما تكونش الفينيسيون باهية، وعلاش ما كانش فما غطاء على القليلة معناتها فما اون دال فوقه وتكون فما دي بوان دو فيزيت، على القليلة تنقص الخطر الانسان يجي بيجري ولا تصير معناتها ما عادش تصير اي حاجة في الكياس ينجم يلقى وين يهرب، هنا ما يلقاش وين يهرب. نتصور ما فماش دراسة على خاطر لو كان جات فما دراسة راهم قراو حسابهم فك الباكوتي فين يهربوا الكراب فين يوقف، راهم حاولوا نقاط الإنارة هذوك راهم حاولوهم، راهم حاولوا توسعوا فين الأملاك الخاصة، راهم حاولوا عملوا معناتها اكسبروبرياسيون حتى في سبيتا معناتها باش يعرضوا فيها طريق، خاطر هذا طريق نتاع 20 متر، لو كان صارت دراسة معناتها المهندسين ينجموا يلقاو حلول. هذا متنفس القلعة الكبيرة، هذا تعرف القلعة الكبيرة مخنوقة تخرج على السكة، توا بداو بدينا نخلقوا لها في متنفسات، ماذا بينا نحرصوا باش تكون النوعية الإنجاز هذاك يكون صالح لأجيال أخرى والفلوس هذيك تمشي في بلاصتها. والله نقول اللي في تجهيز عنا ناس أكفاء وعنا مهندسين اللي هم قادرين باش يوجدوا حلول للمشاكل اللي توجدت توا عنا في الطريق هذا، بطبيعة الحال هما يلزمهم يقوموا بواجبهم وإن شاء الله يقوموا بواجبهم ويعملوا دراسة ويشوفوا هل ندرى السلامة المرورية بالنسبة للسيارات متوفرة ولا مش متوفرة. نجم نقولوا لي ثم تحسن لكن مازال برشا، معناها الاشكال وانه خدمه شطر بشطر خدمه ترقيه معناها فهمت، وطلبنا به قداش مره تولي لي في الواجهه هذه ابرك شويه لداخل في الزون اندستريال ما فيه ما يتشاف بصراحه، يبقى الخدمه خدمته مش كامله معناها كيما تشوف تو الجيات هذوكم على جناب، واحد كي يخرج شويه الكهرباء تقلب منا ولا منا، والخدام ساعات يبداو خارجين ما يلقاوش تروتوار يمشيو فهمت، كي تصب المطر تبدا هابطه تهبط علينا، معناها ثم خدمه ماهيش بيان فيني. لا مش مدروسه بصراحه، ما ممكن مجهود بتاع هاكا باش اسكت وكهول يبقى ثم مجهود ما ناقص 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 برشا. الحل شنو هما كان جاوا وشاوروا ثلاثه اربعه من الناس من المصانع منا يعطيهم رايهم راهو تخدمه خدمه على نظافه، تو انا لهنا في عندي مشكله كبيره ما هك تشوف معناها اربع كراهب كيما كي يسكروها يتشاوروا، ثاني حاجة الخدمة ما هيش تحسها بتاع ترقيع وكهو فهمت. والله الطريق باهي
الناس كل المصحة عام، ولكن فما الأجناب نتاعو فيها خطر كبير، قاعد الطريق ولا عالي على الأجناب ولا فما ريسك للمرة بصفة عامة، ماذا بينا كان يسوي شوية الأجناب نتاعو. أعزائنا المشاهدين، هكذا نأتي إلى ختمة هذا التقرير، وكانت شهادات حية تدل على وجود مشكل حقيقي، السلامة تكاد تكون منعدمة، على السلطة المحلية والجهوية إيجاد حلول جذرية. إلى اللقاء.